الشيخ جواد مشكور، هذا أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، وكان مرجع من مراجع التقليد. في يوم من الأيام في عالم الرؤيا يرى هذه الرؤيا، يرى ملك الموت يعرفه. شلون يعرفه؟ ألهم في قلبه، ألقي في قلبه، فيسلم على ملك الموت ثم يقول لملك الموت: من أين أقبلت؟ فيقول: أقبلت من شيراز. يقول: شنو كان عندك شغل في شيراز؟ يقول: ذهبت لقبض روح المرزا إبراهيم المحلاتي، أحد كبار العلماء في شيراز في ذلك الوقت. هذا الشيخ يقول لملك الموت: شلون حال روحه الآن في عالم البرزخ؟ شلون يعيش هناك؟ يقول الشيخ المحلاتي: يعيش في البرزخ في أفضل الحالات، وقد وكل الله به 1000 ملك يطيعون أمره. أي شيء عنده في عالم البرزخ يطيعون أمره. فيقول شيخ جواد لملك الموت، يقول أنه بما بلغ الشيخ المحلاتي هاي المرتبة، هل بالعمل الفلاني؟ يقول: لا. هل بالعمل الفلاني؟ يقول: لا. يقول: إذن بما بلغ هذه المرتبة الشيخ المحلاتي، ليش الآن في عالم البرزخ في أفضل الحالات وقد وكل الله به 1000 ملك يطيعون أمره في ذلك العالم؟ فيقول: لمداومته على زيارة عاشوراء. اللي كانوا مع الشيخ المحلاتي رحمة الله عليه كانوا يقولون هذا 30 سنة الأخيرة من عمره لم يترك يوما زيارة عاشوراء. أنتوا لا تشوفون هذا المظهر، أنتوا شوفوا ذلك الحب اللي يفرز هذا المظهر، هذا الحب اللي يجعل المؤمن، يجعل ذلك العالم الكبير مع كثرة مشاغل 30 عام لا يترك زيارة عاشوراء ولا يوما واحدا. هذا مظهر لتلك الروحية، هذه الروحية إذا كانت تتجلى في زيارة عاشوراء، تتجلى في إقامة المجالس، تتجلى في الحضور إلى المجالس، تتجلى في الاهتمام بإعلاء شأن أهل البيت. واحد يفرح بذلك، يحاول أن يعلي شأن أهل البيت بطبع الكتب، بصنع الحسينيات في كل مكان من العالم. هاي روحية. وحتى اللي كانوا مع الشيخ المحلاتي يبنون بعض الأحيان كان يتمرن ما يقدر يقرأ، فكان ينيب شخصا يقول: أنت اقرأ بالنيابة عني زيارة عاشوراء. الشيخ جواد يفز من المنام، يأتي إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه صاحب ثورة 20، وينقل له الرؤيا. الشيخ محمد تقي الشيرازي يبدأ بالبكاء، يقول: له ليش تبكي؟ يقول: لقد انهد ركن من أركان الفقه. يا ركن؟ يقول: لقد مات الشيخ المحلاتي. يقولون: هذه رؤيا، مو معلوم أن هذه الرؤيا صحيحة. الشيخ المحلاتي كان حيا في شيراز في ذلك الوقت. هاي رؤيا، من قال إنها صحيحة؟ يقول: إنها رؤيا، ولكن مو رؤيا شخص عادي، وإنما هي رؤيا الشيخ جواد، وحتما لها واقعية هذه الرؤيا. في اليوم الثاني تأتي البرقية من شيراز أنه في الليلة الماضية توفي الشيخ المحلاتي. في نفس الليلة ينقل هذا الرجل من هذا العالم إلى ذلك العالم في روح وريحان وجنة نعيم، ويوكل الله به 1000 ملك من الملائكة يطيعون أمره. المهم، إحنا في هذه الأيام التي نملكها نحاول إلا من اتخذ مع الرحمن عهدا أو سبيلا. واحد يحاول أن يكون عنده شيء، اللي يتمكن يقيم المجالس يقيم المجالس، اللي يتمكن يحضر المجالس يحضر المجالس،
اللي يتمكن يطبع الكتب الدينية يطبع الكتب الدينية، الذي يتمكن أن ينشئ الحسينيات باسم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في بقاع العالم فليفعل ذلك قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إن الذين عهدتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا، احنا بعد قليل ايضا نصبح ترابا ولا تبقى لنا الا هذه الاعمال الصالحه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك.